إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير على رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وهذا الحديث يا عباد الله فيه فوائد كثيرة، منها الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش، وما كانت عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من الصبر على ذلك. وفي هذا الحديث يا عباد الله بيان ذلك، أي أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه شيء يأكله ذو كبد، لا من إنسان ولا من حيوان، إلا شطر من شعير كانت عائشة رضي الله عنها تأكل منه. ففي هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: فأكلت منه حتى طال علي، أي بارك الله لها في هذا الشطر من الشعير، في هذا الشطر من الشعير، فكانت تأكل منه مدة طويلة. قالت: فكلته ففني، أي أنها وضعته في المكيال ففني وذهبت بركته. وفي هذا يا عباد الله بيان في أن الطعام لا يكال ولا يحصى إحصاء الشحيح، فإن هذا ذهاب لبركته. فعائشة رضي الله عنها كانت تأكل منه مدة طويلة بركة من الله في هذا الطعام، فلما وضعته في المكيال لمعرفة تقديره ذهبت بركته ففني. وفي هذا يا عباد الله حث للناس على الإنفاق والجود والإكرام، فإن من أحصى أحصى الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. فهذا يا عباد الله هذا أمر ينبغي للمسلم أن يتنبه له، بأن لا يحصي إحصاء الشحيح وإحصاء البخيل، فإن ذلك ذهاب للبركة. وقد يقول قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث المقدام بن يعد بن كرب من يعد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا طعامكم يبارك لكم فيه. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي جاءت في النهي عن الإحصاء؟ فيجاب عن ذلك بوجهين ذكرهما أهل العلم. فالوجه الأول أن الإحصاء المذكور في حديث المقدام هو إحصاء التقدير ومعرفة الطعام ومعرفة التدبير،
وليس إحصاء الشحيح الذي يشح به المرء على نفسه وعلى عياله وأهله. والوجه الثاني الذي ذكره أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث أن المراد بالإحصاء في حديث المقدام كلوا طعامكم يبارك لكم فيه هو في البيع والشراء، لأن مقام البيع ومقام الشراء مقام العدل، ولذلك قال سبحانه وتعالى متوعدا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففرق بين إحصاء الطعام للتقدير والشح والبخل، وفرق بين إحصاء الطعام لمعرفة التقدير والتدبير، وإحصاؤه من أجل العدل في البيع والشراء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ففي الحديث السابق حثٌ على الكرم والإنفاق ونهيٌ عن البخل والشح، فالكرم صفةٌ رفيعة والبخل صفةٌ ذميمة، ويكفي الكريم والمنفق أن الله سبحانه وتعالى وعده بأن يخلف عليه، قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويكفي الكريم أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متصف لصفاته، فهو أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ويكفي البخيل ذما أنه مصدق لوعد الشيطان ومسيء لظنه بالرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر من أجل ألا تنفقوا، فيقول: فإذا أنفقتم جاءكم الفقر، فيصدق وعد الشيطان فيتوقفوا على الإنفاق والتصدق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فشتان بين هذا الوعد وبين هذا الوعد: وعد الشيطان يصدقه الشحيح والبخيل، ووعد الرحمن يصدقه المنفق والمتصدق والكريم. فالله ما تساويا ولا يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. والبخل يا عباد الله والتقتير على النفس وعلى الأهل والعيال صفة من أقبح الصفات، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الخلق الذميم في كل يوم وليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل في كل صباح ومساء، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فكان يقول ذلك في كل صباح ومساء. وانظر يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قرن بين البخل والجبن، لأن البخل خوف والكرم شجاعة. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر وفتنة، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.